وبأول فقراتنا الصباحية لليوم رح نروح لنحكي عن الأدب والصحافة، ورح نحكي عن التأثير المتبادل بين الأدب والصحافة. ضيفتنا لليوم عندها بصمة كتير مهمة من خلال ثلاث دواوين حنضوي عليهم ضمن فقرتنا لليوم، وضيفتنا هي الصحفية والشاعرة نوار الشاطر. يسعد صباحك ست نوار، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. بدايه خلينا نحكي عن تجربه تاثير التجربه الادبيه في العمل الصحفي والاعلاني ايضا. هلا بدايه الاعلام مرتبط بالشعر، فقديما كان الشعر هو الوسيله الاعلاميه الاولى في العصر الجاهلي، وكانت القصائد هي بمثابه تناقل للاخبار ولمآسر القبيله وللصفات الحميده يلي كانوا عايشين بها ذاك الوقت، وكانت كمان بتجسد الأحداث يلي عاشوها العرب بهداك الوقت. فنحن كل شيء أخبار أو توثيق إجانا عن طريق القصائد والمعلقات الشعرية يلي كانت في العصر الجاهلي، بالإضافة أنه الشعر كان بيلعب دور اجتماعي وسياسي بنشر الأفكار عن طريق قصائد المدح والهجاء والألوان الأدبية والألوان الشعرية الأخرى يلي كانت منتشرة. مع ظهور الصحافة صار في عنا وجه إعلامي جديد وهو الصحف. هون بلش الإعلام يختلف عن الشعر، وبلش الإعلام يتشكل بطريقة ثانية عن طريق الإعلام المكتوب الصحافي، بعدين الإعلام المسموع الراديو، بعدين الإعلام المرئي اللي هو التلفزيون. المميز للأديب أو للأديب الصحفي إنه في عنده لغة أدبية عالية، هي اللغة بتمكنه من إنه يوصل للقارئ أو للمشاهد بالقلب، لأنه الكتابة أو التأثير على القارئ أو المشاهد بيكون عن طريق الكلمة، والكلمة كل ما كانت مكتوبة بروح أكثر، بقلب أكثر، بلغة أدبية عالية، كل ما كان لها تأثير أكبر على المتابع أو المشاهد. فهون في ميزة، إنه الميزة الحضور الإعلامي بيكون للصحفي الشاعر أكثر من الحضور الإعلامي للصحفي اللي ما عنده أي خلفية أدبية أو شعرية. خلينا نروح للتجربة الخاصة بحضرتك، وهي ثلاثة كان لحضرتك. نحكي اليوم عن توجههم، نحكي عن على شو ركزتي أكثر شيء فيهم. بكتابات الشعرية في عندي توجهين، التوجه الأول هو التوجه الوجداني أو الشعر الرومانسي اللي بيجسد الحالات الشعورية يلي عشتها من حب ومن حنين ومن شوق، وحاولت إنه هي القصائد تكون بمثابة رسالة لنشر المشاعر الإنسانية النبيلة والراقية. التوجه الثاني كان هو الشعر الصوفي اللي هو عبارة كمان عن تجربة وجدانية لكن روحية، بتعبر عن تجربة روحية أنا عشتها وحبيت أني أوصلها للقارئ. المميز بالشعر الصوفي أنه هو تجربة ذاتية روحية، يعني كل شيء كتب كتبه الشاعر الصوفي فهو شافه أو عاشه بروحه بالدرجة الأولى، بينما الاتجاه الرومانسي أنه القلب والخيال عم يشتغل. والمميز كمان أنه الشعر الصوفي هو ما له مرتبط ارتباط وثيق بالدين، إنما هو حالة وجدانية عالية بتجسد بكل أشكال الفن، يعني ممكن بالموسيقى، بالغناء، بالفن التشكيلي وبالشعر أيضا. شو حملوا عناوين دواوين؟ في عندي هدي القلب، وفي هالبلغة كشعري، وكوكب دري. اليوم كيف الشعر قادر يوصل رسالة من خلال روحه؟ لما بيكتب هو بإحساس عالي، ولما بيكون الكلام نابع من القلب أكيد رح يوصل للقارئ، لأنه ما كتب ما نبع من القلب يصل إلى القلب. قوة تأثير الكلمة كبيرة جدا، لهيك نحن بنقول أحيانا الكلمة تشفي وأحيانا تمرض، يعني الكلمة السيئة مؤذية وتؤذي في القلب، بينما الكلمة الطيبة تثمر وتزهر وبالطيب، يعني نحن بنعيش على الكلام من حلو ومن طيب بالكلام من حلو، يعني كنساء وكرجال. كيف الشعر لما بيكون مكتوب بروحانية عالية جدا فأكيد في له تأثير عميق، والدليل على ذلك أنه نحن لحد الآن لما بنقرأ قصائد الحلاش، ولما بنقرأ أقوال الرومي وابن عربي، مع أنه إلى أكثر من 500 سنة لحد الآن هاي القصائد عايشة والسبب ومؤثرة جدا بالناس، والسبب لأنها كتبت بروحانية عالية، لامست الأرواح ولامست الأوجاع بتكون أكيد. يعني نعم، خلينا نحكي عن اختيارك للموضوعات الشعرية حضرتك اليوم، كيف بتنتقي هاي الموضوعات؟ بالبداية حسب الحالة المزاجية بتلعب دور، يعني أنه نحن نكتب بحالة حزن، بحالة فرح، لما بيكون حزين أكيد رح نكتب شيء بيحمل الحزن، لما بنكون سعيدين بنكتب شيء بيعبر عن الفرح. ثاني شيء المحيط أو التأثير العام، يعني الشاعر هو ابن بيئته، فلما بتشوفي أنت قضايا اجتماعية مؤثرة فأكيد رح تنقليها عن طريق الشعر،
فنحن يعني عم نشوف الاوضاع الحاليه ومع تعاني غزه، فالانسان بيتاثر بهذا الشيء وبيكتب عنه. ولما بتشوفي مثلا حالات انسانيه مثل الموت او مثل انه حدا من الاحباء تعرض لاذى او حدا صار معه شيء حلو، فاكيد انت رح تتاثري وتكتبي عنه بطريقه حلوه. ممكن تكتبي شيء بيعبر عن حضرتك، عن حالك انت؟ انا كتاباتي ذاتيه وجدانيه، فهي بتعبر عني بالدرجه الاولى، لكن ممكن اسقاطها على الاخرين، لانه الحب بشكل عام هو شعور عالمي، يعني بينبع من الشخص وبتجه للاخرين، عاطفه مشتركه يعني. نعم. واليوم بجوز احد همومك هو هم مشترك بين ناس كثير يعني، فكثير وقت حنا بتلامسنا وقت بنقرا اي شعر او اي بيت شعر احيانا بتحسي انه مكتوب لإلك، بجوز الشعر هو عايش كان التجربه نفسها يعني. نعم. لانه الكتابه هي كمان دواء والقراءه دواء، يعني نحن نتعافى بالقراءه وبالكتابه، ولما هذا الشيء بيلامسنا من جوا فاكيد هو بيشفي شيء جواتنا. اكيد. ست نوار، خلينا نروح لعالم الطفوله. وقت بنقول الطفل، اليوم عم نحكي عن السهل الممتنع، هذا العالم لحتى تقدري تقتحميه بالادب بالثقافه بالشعر بدك كثير تكوني يعني اخذي حذر. اليوم عم تتعاملي مع طفل صح بعمر صغير ولكن عنده ذكاء، عنده احساس ايضا، يعني خلينا نحكي عن هذا التوجه. الطفل هو هم المجتمع الاول، لانه الطفل هو المستقبل وهو اللي راح يبني الحياه وهو اللي راح يغير هذا المجتمع. فنحن لما بدنا نتوجه لاطفالنا عن طريق الادب، كتابه القصه، كتابه الشعر، فلازم نكون اول شيء حذرين باختيار المواضيع، انه نحن نختار مواضيع مناسبه للفئه العمريه. ثاني شيء نختار كلمات واسلوب مناسب للفئه العمريه، يعني نحن الفئات الصغيره اللي لسه ما بتعرف تقرا او تكتب، فنحن لازم نحكي معها باسلوب بسيط حتى ننمي اللغه عندها. الاطفال يلي من ببلشوا يفوتوا على المدارس وببلشوا يكتسبوا اللغه، فهون كمان نحن بدنا نكون نحكي معهم بلغه بسيطه بتناسب الشيء اللي اخذوه. الاطفال الكبار هون بدنا نكون نحن بلشنا بالموضوع الفكري، انه نحن شو ممكن نزرع افكار عند هدول الاطفال، فاختيار المواضيع واختيار الاسلوب بيلعب دور كثير كبير بادب الطفل، بالاضافه انه نحن عندنا الطفل مثل ما حكيتي حضرتك عم يتعرض لاغراء اعلامي كبير، فبتشوفي بالسوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي في اطفال كثير في عندهم بلاغه، في عندهم فصاحه، وفي اطفال كثير عم ينشروا التفاهه او نمط الحياه يلي عم بيعيشوه. فنحن لما منبلش نوعي الطفل من خلال أدب الطفل، أدب الطفل له وظيفة تربوية، فلما منبلش نوعي الطفل ونزرع بجواته أفكار وقيم أخلاقية عالية، بصير عند الطفل إحساس أنه يميز بين الصح والغلط وأنه ينطقي الأفضل. يعني أنت لما بتقولي أنه هذا الشيء مو مناسب لعمرك وبتقنعيه، لأنه يعني الإقناع ضروري بالنسبة للطفل، فهو ما بيعود بيتابع هاي الأشياء، بيحاول يبحث عن أشياء مجدية أكثر، نافعة أكثر. خلينا نحكي شوي عن دور القراءة بتأسيس قاعدة أدبية وثقافية أيضا للأطفال وأيضا بشكل عام لمختلف الفئات. بيقول طه حسين أنه القراءة هي السلاح الأول في الحياة، فأي معرفة نحن ما بنقدر ناخذها إلا عن طريق القراءة. الدراسة نحن لازم نرجع للكتب ونقرأ حتى نكتسب المعرفة والعلم. أما بالنسبة للقراءة الفكرية، القراءة الأدبية، القراءات المنوعة، فهي بتنمي ذائقة الإحساس عند الإنسان وعند الأطفال أيضا، وبتنمي عنده اللغة الأدبية، بصير في عند الإنسان لغة أدبية راقية بالحوار. ففينا نقول أنه الأدب بشكل عام، القراءة بشكل عام، بتوسع آفاق الإنسان من خلال المواضيع المتنوعة يلي هو بيقرأها، ومن خلال الانتقاء، يعني إحنا لازم يكون في عنا قراءة انتقائية، مو أي كتاب شفنا دعايته أو عجبنا عنوانه أنه نحن نقرأه، لأنه أحياناً بيكون في رسائل خفية وسيئة بهي الكتب، فمنحاول نلاقي كتاب جيد بيحمل مضمون جيد بيحترم عقل القارئ، وبنفس الوقت ممكن يقدم شيء قيمة للقارئ. وبالقراءة نحن بنرتقي، يعني المعرفة ما بتجي إلا عن طريق القراءة وليس عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. مثل ما عم نشوف بالوقت الحالي. كونك ذكرتي حضرتك القراءة وأهميتها، خلينا هيك نتوجه لنادي القراءة ونحكي اليوم عنه بشكل موسع وعن أهميته. نادي القراءة هو فكرة حتى نحن نعزز ثقافة القراءة عند الأطفال. بلشنا هيك بجلسات متقطعة، كان الهدف منا أنه نحن نجمع هاي الأطفال ضمن جروب أو مجموعة ونقرأ سوا ونتناقش بالقصة يلي قرأناها. من هون نشأت فكرة التفاعلي، أنه أنا بدي الطفل يتفاعل مع الشيء اللي قرأته،
شوف شو هي الخلاصة يلي ممكن يستفيد منها الطفل، شوف شو هي القيمة يلي أخذها منها القصة، وشوف بنفس الوقت أفكار الطفل من خلال الحوار والتفاعل معه. بعدين صار في عنا جلسات منتظمة وصار في مواضيع متنوعة، يعني كل مرة عم ناخد مو بس الجانب الأدبي، طلعنا من موضوع القصة والشعر صرنا نفوت على مجالات متعددة مثل العلوم، مثل التكنولوجيا، مثل الإعلام. فنحن عملنا سلسلة أنشطة بتخلي الطفل أنه هو يلعب الدور. مثلا في عنا كان المستثمر الصغير تعرفنا من خلاله على فكرة الاقتصاد، يعني كيف الطفل ممكن يكون في عنده، كيف هو يدخر وشو ممكن يستفيد من الادخار، وكمان فكرة الإعلام الصغير إنه هذا الطفل كيف هو ممكن يكون في عنده خطابة وفصاحة لحتى يقدر يلقي قصيدة أو يكون بالمجتمع يلي هو عايش فيه قادر إنه يتحاور بطريقة لطيفة ويكون في له حضور. وأنشطة تانية كثيرة كمان ذكرتي حضرتك الجلسات أو الجلسات التدريبية، كيف بتتم وكيف بيتم التعامل الأطفال معها وخصوصا أول دخولهم للنادي القراءة؟ بالبداية نحن التوزيع بيكون أنه نحن نسمع قصة أو نقرأ من كتاب، بعدين نتناقش مع الأطفال بالشيء اللي قرأناه، بعدين نحاول نقدم جانب تطبيقي أو عملي يربط القراءة النظرية بالقراءة العملية حتى الطفل يحس أنه الشيء اللي قرأه له تطبيق فعلي بالحياة وله تأثير بحياته. هلأ تفاعل الأطفال عم يكون كتير حلو لأنه في أنشطة، الأنشطة بتعتمد على اللعب، على تفاعل الطفل، على الحركة، فعم يستخدم حواسه كلها معنا، مو بس انه هو عم يقرا ويروح، لانه الطفل بدك انت تجذبيه، فالجذب بده يكون عن طريق شيء من مستوى تفكيره. فشفنا مثل ما بنشوف انه التعليم باللعب او انك تدخلي معلومه للطفل عن طريق اللعب، عن طريق الاساليب متنوعه، افضل من انك انت تعملي تلقين مباشر للطفل، وبنفس الوقت الطفل عم يحتفظ بهي المعلومات يلي عم ياخذها من الجلسات. تمام. طيب وقت اللي بنحكي عن القراءة ودور نادي القراءة اليوم قدامهم اليوم زرع حب الوطن وزرع الشيء الوجداني بعاطفة الأطفال وبقلوبهم وبعقلهم، وخاصة ضمن الأحداث إن كانت اللي مرقت خلال الحرب على سوريا أو خلال طوفان الأقصى، اليوم كمان أنتوا عندكم رسالة بتكون توصلوها توثقوها وجدانيا عن طريق القراءة. نحن اشتغلنا على عدة جلسات كانت بتحكي عن هذا الموضوع. أول شيء نحن عم نحاول أنه نربط الطفل بالوطن أو ببلده وجدانيا وعاطفيا حتى يكون في عنده انتماء حقيقي لهذا الطفل. أول شيء نحن بدنا نعزز عنده شعور الحب تجاه هذا الوطن، شعور الانتماء عن طريق أنه نحن نحكي قصص شعبية يتعرف الطفل على تراث هذا البلد العريق ومكوناته ويقدر هو يتأقلم أو يحافظ على هذا الشيء. كان تفاعل الأطفال بالقصص ظهر لإلي أنه في عندهم حب كبير، ولكن لغة هي الحب هي المختلفة. يعني نحن كيف نحن بدنا نعلم الطفل فعلياً أنه يحب بلده من خلال الأفعال والسلوك اللي هو بيسلكه بيومه. مثلاً أنه هو مثلاً كان بمدرسته أنه يحافظ على نظافة المكان، إن كان بالحديقة يحافظ على نظافة المكان لأنه هذا المكان بيخصه لإله. من خلال كمان انه بشوف انا من الرسمات احيانا بيكون في عنا جلسات، يعني انه بنخلي الطفل يرسم، فبشوف دائما عم يرسم هو المكان اللي عايش فيه وحبه لهذا المكان. في كمان انه نحن الاطفال هدول الاحداث يعني عم تصير حوالينا كلهم عم يتاثروا فيها، فشفت كمان اطفال انه عم يرسموا اشياء تتعلق باطفال غزه وهن متعاطفين معاها مع الأطفال وعم يحاولوا أنهم يقدموا شيء، لكن هن ما عندهم شيء يقدموه غير هي العواطف النبيلة. هي العواطف النبيلة هي اللي بتساهم بخلق هذا الشعور بالانتماء، بالإضافة أنه الطفل لما بيكون بأي محفل بيقدر أنه هو يمثل بلده ولو بطريقة بسيطة، يعني أنه هو مثلا يحكي عن الشغلات الحلوة بهالبلد ويقدر كمان أنه نحن لازم نحافظ على هذا المكان اللي عايشين فيه ونحب بعضنا حتى نقدر نحن نكمل بمسيرة الحياة. تمام. في أعمار معينة للأطفال عند دخولهم نادي القراءة أو متابعة هي الأنشطة، أو كيف يكون التفاعل؟ ممكن يكون التفاعل حسب عمر معين، الأعمار الصغيرة ممكن تتفاعل أكثر من الأكبر أو العكس؟ نحن بنعمل أنشطة، كل نشاط موجه لفئة عمرية معينة، لكن الأهالي ما بيتقيدوا، دائما عم تيجي فئات عمرية صغيرة، يعني عندي فئات عم تيجي من 6 سنين لل 14 سنة،
التفاعل عم يكون حلو بحسب استيعاب الطفل، يعني اللي عمره 6 سنين ما رح يقدر يستوعب كلام كثير او حكي او معلومات كثيره، رح يتفاعل مع النشاط التفاعلي اكثر من موضوع القراءه. الاطفال الكبار اكيد رح يكون في تفاعل اكثر وفي حوار وفي نقاش اكثر، وبحس انه هن فعلا مهتمين بالقراءه. يعني هذا الجيل في شيء نحن كمان عم نتعرض له هو العولمه. دائما بنلاحظ انه افلام الكرتون ووسائل التواصل الاجتماعي عم تحاول تطمس الهويه، يعني انه الطفل ما يكون في عنده فخر بهويته ببلده، يروح دائما مثلا للغه اجنبيه، انه مثلا انا لما بحكي بلغه ثانيه معناتها انه انا انسان مثقف او انسان فهمان كثير. فبنلاقي حتى الاهل عم ياثروا على اطفالهم من هي الناحيه، انه بيحاولوا بلغه الحوار اليوميه تكون بلغه ثانيه بدل ما تكون باللغه الام. اللغه الام هي اللي بتربط الطفل ببلده، هي بتربط الطفل بحضارته بثقافته. نحن لما بيكون في عنا لغه صحيحه مع طفلنا وبنقدر نحن نغرس الوعي الصحيح فيه، رح نحصد نتيجه حلوه، بحيث انه الطفل لما بيتعرض لتاثير التيارات الثقافيه الخارجيه يضل في عنده انتماء ويضل في عنده تمسك بثقافته الاساسيه. ومثل ما بنشوف بكل انحاء العالم في فخر بالتراث، يعني كل بلد بيحاول انه يفتخر بتراثه ويقدم هذا التراث للعالم. فنحن كمان بنحاول انه نغرس هذا الشيء باطفالنا ونشتغل عليه. ودي اليوم كانت شام مثال، يعني جدا كنا فخورين فيها، اشتغلت على حالها وكان اكيد في داعمين لها سواء من اهلها او من القطاع التربوي. ودي اليوم نحن بحاجه يكون عندنا اكثر من شام، قد ايه نحن المفروض يكون عندنا كورسات لهدول الاطفال وتدريب دائم للتمسك باللغه العربيه. تحدي القراءه العربي هو اكبر مسابقه للقراءه على مستوى العالم. هي المسابقة قدرت تحفز كثير أطفال على حب القراءة ونشر علم القراءة. بالبداية كان الموضوع تنافسي، أنه نحن بدنا نوصل للجائزة أو بدنا نوصل للمرتبة الأولى. بعدين شفنا أنه من خلال المسابقة، من خلال الأيام اللي مضت أو الدورات اللي مضت، دائما السوريين عم يحتلوا مراكز أولى بهي المسابقة. صحيح. فهذا الشيء بدل انه نحن في عنا طاقات وامكانيات ابداعيه كبيره باطفالنا، لكن بحاجه للتوجيه، بحاجه للشغل. يعني الطفل من حاله ما راح يقرا، يعني نحن هون بدنا ندخل الاهل معنا حتى هن يكونوا جزء من نجاح طفلهم. الطفل من حاله ما راح يطلب منك كتاب، ما راح يطلب منك انه يروح على مركز ثقافي ليحضر ندوه. الام والاب والمجتمع المحيط هو اللي بيشجع الطفل وهو اللي بيزرع جواته حب القراءه وحب المعرفه. واكيد شام يعني كان في اهتمام كبير من امه، وهي تعرضت لظروف خاصه جدا انه توفى والدها ونشأت كطفله يتيمه، لكن هذا الشيء ما كان عائق لا بالنسبه لامها ولا بالنسبه لإلها. وهذا دليل انه الظروف قد ما كانت سيئه ما تخليها تحبطنا نحن انه نحن نشتغل على اطفالنا. بالعكس، احيانا الظروف السيئه هي اللي بتدفع نحو الابداع، لانه دائما الابداع هو مصدره الالم او المعاناه. فأكيد كمان في أطفال غير شام بكل دولة عم يكون في تميز كتير وحضور حلو للسوريين. في كتير أهالي بيتسألوا على هي النقطة، إنه بيشوفوا طفل ناجح أو بتحدي القراءة أو فاز بمسابقة، ليش أنا ابني مو هيك؟ شو سبب هي الفوارق؟ هذا الشيء بيكون من الطفل، هو اللي لازم يكون عنده هي الرغبة أو هو عنده هي الموهبة، أو هذا الشيء كمان لازم يكون تأسيس من الأهل؟ هلا القراءة ما أنا موهبة، القراءة يعني هي فينا نقول هي قدرة مكتسبة، يعني الفعل انك انت عم تقرأي وبتكتسبي المعرفة. اما الموهبة فبتكون مثلا بصفات معينة بتتميز بالطفل، انه عنده القدرة على الرسم، عنده القدرة على الكتابة. تنمية الابداع عند الطفل عن طريق الاهل اولا واخيرا، يعني الام او الاب هنا بدهم يكتشفوا ميول ابنهم. مثلا ابنهم بيحب القراءة بنشتغل عليه، ابنهم ما بيحب القراءة كمان بنشتغل عليه. نحن في عنا سياسة بمجتمعنا انه نحن بندعم الناجح لينجح وبنخلي الفاشل ليفشل. فهذا الشيء غلط، ومن هون بتنشا الفروقات، انه انا ابني احسن من ابنك، انا بشتغل على ابني، انا ما بشتغل على ابني. فنحن لازم يكون في عنا ايمان عميق باطفالنا وبقدراتهم، حتى لو كانوا هن مو بالمستوى الابداعي للاطفال الاخرين. هذا الشيء ما بيمنعنا انه نحن نشتغل عليهم ونوصل فيهم للحد اللي يبلشوا هن يامنوا بحالهم ويكون في عندهم ثقه بنفسهم حتى يبلشوا بموضوع بأي موهبة عندهم أو بأي قدرة عندهم. بده يكون في عند الأهل وعي كثير وثقافة عالية حتى هن يقدروا يستثمروا ابنهم استثمار صحيح بالحياة ويقدموا إنسان ناجح للحياة. أما الطفل لحاله ما رح يقدر يعمل شيء.
الطفل هو عجينه نحن بنشكلها ونحن بنكتب كل شيء فيها. اما يعني اذا تركنا الطفل لحاله هو بده يضل يلعب ويضل يتسلى وما عنده اي اقبال على اي علم او معرفه. اكيد اليوم بحاجه للتاسيس والمتابعه هي اهم شيء. ست نوارنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم كل النجاح برسالتكم الادبيه الثقافيه اللي دائما هي متجدده، ودائما ان شاء الله نشوفكم بانشطه جديده. يسعد صباحك عن جديد. صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها، ودائما بالتوفيق والنجاح بكل اعمالكم. شكرا لك.